طبعا الاحاديث قلنا اللي جت في نزول عيسى عليه السلام نسميها تواتر معنوي، تواتر معنوي. العلماء في بالنسبه للتواتر قسموه لقسمين، في تواتر لفظي يعني ياتي الحديث بلفظه يروي جماعات كثيره بلفظه بسموه تواتر لفظي، في رواه كثير هذا وهذا 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 يلتقوا بمعنى، بيلتقوا بمعنى، هذا شو اسمه؟ تواتر معنوي. فبالتالي نزول المسيح عليه السلام الاحاديث اسمها تواتر معنوي، يعني التقت الاحاديث على المعنى. اي احاديث؟ احاديث منها الصحيحه، منها الحسنه، منها الضعيفه، حتى ضعف يسير، ومنها الضعيفه ضعف مش يسير، كله اكثر من يعني قريب الصحيح مع الحسن اللي ممكن نحتج فيه قريب 20 حديث، مع الضعيف ممكن يوصل 27 حديث في الموضوع بنزول عيسى عليه السلام، وكلها تلتقي بمعنى نزوله. تمام؟ تواتر معنوي. العلماء قالوا منكر التواتر اللفظي كافر. طب منكر التواتر المعنوي اختلفوا فيه. الارجح عند الجمهور انه منكر التواتر المعنوي ليس بكافر. في ناس بيقول لك هي اذا منكفرش احنا لما ننكر عيسى. تكفرش؟ طب ما بتكون فاسق. يعني هو اذا ما كفرش شو راح يكون؟ فاسق. لانه انت على اي اساس بتنكر احاديث بلغة درجة التواتر؟ ما هو منكرها يا كافر. هذه خصوصا التواتر ايش؟ اللفظي منكر وكافر، لانه ثابت عن الرسول قطعا. ومن التواتر المعنوي مثلا احنا بنصلي في المعنى، قصدي في العملي، التواتر العملي احنا بنصلي 4 ركعات صلاة الظهر، هذا تواتر. المنكر ايش؟ كافر حتما. اللي بيقول صلاة الظهر 3 او صلاة الظهر 5 كفر. تمام؟ لانه هذا منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل قطعي. طبعا التواتر على فكره هو درجه وين تنعده تواتر مش موضوعي الان، بس العلماء قالوا، الغالب كثير من العلماء قالوا هذا تواتر معنى. بلاش تواتر معنى، صحيح في غايه الصحه، ما هو بيجي ادنى من التواتر ايش؟ صحيح. طيب احاديث نزول المسيح صحيحه، منكرها ايش؟ منكرها فاسق. قال لأن سمعت بعض الناس بيقول ليش بتكفروا يعني منكر؟ لا بدناش نكفروا احنا، بس يعني يسرك تكون فاسق لأنك انت بتنكر ليش؟ بيجي واحد بيقول لك انا بنكر عندي دليل وانا من اهل الدليل. ها لا انت كافر ولا فاسق اذا من اهل الدليل، تفضل اعطينا بشك. يعني طالما انه انت بتنكر مش عباطة، مش عباطة، ماشي هات 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 الدليل. فبدنا نمشي شوي صغيري معهم هذول. ليش انا بتكلم الان بهذه الطريقة؟ لانه شايف انه الشغلة في كثير كلام فيها، خصوصا للي بدخل انترنت وبشوف اخي العجب هنا وهناك، بشوف العجب. طيب بدنا نشوف، لاحظوا وما قتلوه يقينا، اكيد ما قتلوهوش، هاي من ضمن معاني يقينا. او وما قتلوه مستيقنين انه بنقتل، يعني اللي امامهم اشي ثاني كان، مش سبق قلنا شبه لهم؟ مش على فكرة اشتبه عليهم، مش اشتبه عليهم، شبه لهم. اذا شبه لهم مش اشتبه عليهم، معناته المشبه اشي خارج ذاتهم، ظنوا انه هذا المسيح. وبالتالي وما قتلوه يقينا، يعني اذا يعني لم يقتلوه وهم مستيقنين، او اطلاقا ما قتلوهوش، بل صوروا، بل ولا ما قتلوهوش ولا رفعه الله، انتبهوا الان، اليه. عمركم شفتوا بكون كلام له معنى؟ لو اجى قال لك هم مش قتلوه، الله رفع مكانته،
رفع مكانته. شو هالكلام هذا؟ ايش هذا؟ شو يعني ما قتلوهوش؟ بس الله رفع مكانته. ليش هو مش رافع مكانة محمد صلى الله عليه وسلم ومكانة ابراهيم ومكانة موسى ومكانة الانبياء كلها ومكانة الصالحين كمان؟ ايش هالكلام هذا؟ قال ما قتلوهوش وهم متأكدين الله رفع مكانته. واضح القضية؟ عم بقول لك وما قتلوه يقينا بل. اذا معناته طب ولا شو اللي حصل؟ بل انتبهت شو ولا شو اللي حصل؟ بل رفعه الله اليه. سمعت واحد شو بقول؟ شوفوا بقول اليه. ليش هو الله في مكان؟ شوف في لما يكونوا ناس اهل فتنة بصيروا يجيبوا شبهات ما لها قيمة. قال الله له مكان حتى تقولوا انه رفعه الى مكان معين. شو بالله الكذب على الله بده؟ هذا نوع من التدليس على فكرة على الناس. هذا نوع من التدليس على الناس. قال الله في مكان لما رفعوا اليه. طيب ممتاز ممتاز يفسر لنا ايش يعني لما قالت امرأة فرعون المؤمنة هاي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. هاي قالت عندك ليكون يعني. والله الله سبحانه وتعالى نزل كلام على لسانها على لسانها. يعني لو كان في كلامها خلل بقوله الله. لاحظوا ايش رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولا ايش يعني ليلة الاسراء والمعراج جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم لحد هون انا انت اصعد وسدرة المنتهى وكذا لاخره التحيات لله. ايش هذا؟ وين يعني صعد الرسول؟ وين وين؟ عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر. انت ملاحظين بر اذا. وهذا سبق تحدثنا فيه شو هو مفهوم القرب والبعد من الله. الله سبحانه وتعالى لما وعد موسى وعد وين؟ وعد وين؟ في مكان له قدسية. طب كان يتحدث معه في نفس المكان الموجودين قومه فيه. اما لا تأتي الى الطور الى الوادي المقدس 40 يوم 30 وكمان 10 بشك بعدين فيما بعد جيب 70 من قومك. هالمكان هذا ايش معنى يعني؟ ليش هو يعني المكة مش مكان فيه تجليات تختلف عن المدينة تختلف عن القدس؟ كل واحد لها تجليات بشك. لذلك الصلاة في المسجد مكة عن قديش؟ 100,000 صلاة. طب ليش؟ ليش؟ اذا هو مكان فيه تجليات للخالق. اذا القرب شو يعني القرب؟ القرب ان تكون في مكان او مكانة تجليات الخالق اعظم ما يكون. وين بتكون تجليات الخالق اعظم ما تكون؟ في الجنة. لذلك امرأة ايش قالت؟ رب ابني لي عندك عندك بيتا. والعجيب مش قادرين يدركوا هم. انت بدك تفسر رفعه الله اليه. طب ما احنا شايفينه نازل بالاحاديث المتواترة. اذا فعلا رفعه ايه الى مكان فيه تجليات بشك. طالما بده ينزل وين باقي اذا؟ طالما بده ينزل وين باقي؟ عشان هيك بحاولوا ينكروا احاديث. بدهم ينكروا الرفع فطبعا لازم ينكروا النزول. وهم بيسموا حالهم مسلمين كمان. ليش طيب؟ نشوف بعضهم شو بقول. بتعرفوا ما هو لما بينزل عند المنارة البيضاء عيسى عليه السلام ثم يأتي الى بيت المقدس وبكونوا ناس في صلاة الصبح بس فيش دليل على انه بكونوا دخلوا في الصلاة. فلما بشعر امامهم واللي هو غالبا المهدي بصير بده يتأخر مشان يقدم مين؟ شو بقول هو؟ بقول شو عرفه؟ شو عرفه؟ قال واحد وقف في الصلاة. واحد وقف في الصلاة ووجهه للقبلة. ايش عرفه انه اجى المسيح؟ قال يعني انه شوفوا مصعبها. ايش عرفوا انه اجى المسيح بحيث انه قال اتأخر مشان المسيح يتقدم. قال هذا من ادلة انه يعني هذه الاحاديث شوفوا بتدخلش المخ. واحد وقف بالله ووجهه على القبلة وبده يبدأ في الناس في الصلاة بعدين بيشعر بمجيء المسيح. قال شو عرفوا؟ اقول لك بتلفت في صلاته وعرف. الله يعني تصوروا مثل هذا الكلام يقال من ناس كبار. قال شو عرفوا؟ انا اقول له شو عرفوا. اولا احنا عارفين من اليوم. انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ طيب ممتاز. وانه بكون في صلاة الصبح عارفين ولا مش عارفين؟ وانه بكون في الاقصى عارفين ولا مش عارفين؟ طا
طب لما بسمعوا فيه بنزوله واليوم فيه بلفونات وايامه ابصر شو تكون، واليوم فيه بلفونات وهي ينازل والسي ان ان والجزيرة والعربية ابصر تيجي ولا ما تيجيش، المهم تمام وشايفينه نازل، وايش كمان نازل بملابس صالحة للتصوير على صفار وحمار وعلى صفار مشان يبين تمام في الليل وهو نازل. طيب نيح لما يعرفوا اهل دمشق وعند المنارة اهل القدس ايش بيقولوا، معناته الصبح وين راح يكون؟ الصبح لازم يكون عندنا، واول واحد بيكون عارف مين؟ المهدي. لا يكون المهدي يعني هالدرجة اذا احنا عارفين، ها يعني بيبقى عارف انه لما تقام الصلاة واول ما بيبدأ اذا سمعنا جلبة ها الناس بيكونوا متوقعين ايش اجا، قالوا كان لك شو عرف احنا قبل ابصر كم سنة يعني عارفين ايش هذا. انت انتبهتوا بتجدوا اسخف من هيك ادلة تعرض من ناس هم اصلا، طب انت بتتفاجأ، طب هم هذول بيفهموا وفي منهم دكتوراه والتفاصيل كله بيفهموا هذول، ايوه لانه صاحب اللي في نفسه شيء ما بيقعدش يفهم، اللي بده اشي يوصل له بيقعدش يفهم وبصير يلزق اي اشي، بصير يلزق اي اشي. طيب وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، وكررها مرتين لما قال له اني متوفيك ورافعك الي، خلي متوفيك على جنب، ورافعك الي مش ورافعك الي. طيب والي المصير عنده في الاخير تقف امامه، الي المصير رافعك الي. لما يبدو يناقشوا رافعك ويقولوا رفع مكانه وتفاصيله فيها الي، وفي احاديث متواتره بتقول بالنزول، لما بيبدوا يناقشوا مين هذول ليش مين هم، كم بقول لك علماء كبار، طب ما هم العلماء عبر التاريخ الاسلامي من يوم معروف الاسلام لليوم فاهمينها تمام، هذول مين كم واحد يعني كم واحد، ثلاثه اربعه خمسه، شو معناته هذول مش ثقات لا يوثقوا ولازم الناس تتبع وراهم لما بدها تاخذ عنهم، اللي بوصل فيه الامر بيبقى عارف انه الايه بتقول رفع حتى يفهم رفع، في نزل في احاديث متواتره بتقول نزل، اذا كان لازم يرفع ايش لازم ايش يفهم شو معناته رفع والي ومرتين، يعني ما قالهاش في موسى عليه السلام ولا قالها في ابراهيم عليه السلام ولا في اي نبي ثاني، وحتى ادريس انا اعتقد انه رفعه برضه زيه مكانا، هون مكان مش مكانا، رفعناه مكانا عليه ادريس اللي هو الياس عليه السلام، نفس الياس هو ادريس عفوا. طيب الان بل رفعه الله اليه، ما قتلوهوش، رفع مكانته وين باقي يا اخوي؟ ليش مكانته شو كاينه؟ ما قتلوهوش رفعوا مكانته، رفعوا اله ما حصلش القتل، واضح؟ لا هذا موضوع تاني، خلينا نكمل بس كلامنا. لاحظوا بل رفعه الله اليه، كملوا لي اشوف، وكان الله عزيزا حكيما، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. لاحظوا تكملتها، وان هون ان بمعنى ما النافيه، وما من احد من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، بمين عيسى ولا مين؟ يعني الكلام عن مين؟ وان من اهل الكتاب، لذلك التحريف ديروا بالكم، التحريف الوان واشكال، ولا كيف كانت تتحرف الاديان؟ كيف تتحرف التحريف اشكال والوان؟ من ضمنها تحريف السياقات، لما تحرف السياق زي ما بيعملوا بعض الفرق السياق نفسه بيؤمنوش فيه، ايش يعني التحريف هذا؟ تحريف للدين. والتحريف بيجي من مين على فكرة؟ بيجي من الناس المختصين.
سبحان الله في الخلق إلا يطلع ناس كل فترة عنده إيه بيحرف. بس الدين لأنه الدين الإسلامي محفوظ، الدين الإسلامي محفوظ، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل ما يموت عيسى. وفي علماء فهموها ومقبول، مقبول، بس بتيجي بالدرجة الثانية في الفهم اللي هي ما في أحد من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب وما وإن من أهل، هون قلنا إن بنافية مثل ما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت هذا المؤمن. فشو قالوا؟ قالوا فيش واحد من أهل الكتاب بموت إلا بيؤمن بعيسى. كيف يعني؟ يعني عند النزع الأخير تتجلى له الحقيقة. طبعا هاي بتستشكل علينا إحنا كبشر الآن، هدول اللي بيموتوا فجأة ما بيكون في ما بصدموا السيارة إلا هو يعني بالحقش يشعر بإشي. طب هذاك فرعون يعني بقى يلعب في المي وآمن. طب هذا اللي ما بيشوف إلا رأسه طايرة بانفجار وقطعه كلها، إحنا كبشر نستوعبش كيف يعني آمن بعيسى قبل موته، قبل ما يموت عيسى. طبعا ليش لحظة، عارفين شو معنات قبل موته؟ قبل موته يعني معناته عيسى لما نزلت الآيات ميت ولا مش ميت؟ مش ميت. إذا قلنا إنه موته مين؟ عيسى. لذلك هذول الجماعة اللي بفضلوا إنهم يقولوا عيسى ما طلعش ولا بده ينزل، بفضلوا روحوا لأي معنى؟ قبل موته، يعني قبل ما إنه هذا الواحد، يعني أي واحد من اليهود أو النصارى إلا وهو ينازع يؤمن بعيسى، بفضلوا يروحوا لهون مش قبل موت عيسى، لأنه هاي قبل موت عيسى اللي هي المعنى الظاهر، هذه بدها تروح في اتجاه اللي احنا بنحكي فيه. أنو اللي بنحكي فيه؟ إنه صعد وبده ينزل حي، مش هيك؟ إذا شوفوا الآيات كيجي بتيجي، إيش معنى؟ ليش الآيات هاي كلها جت في عيسى، في عيسى بالذات؟ حتى أوريكم إنه لما الله سبحانه وتعالى تأخذ القرآن ككل، أنت بتدرك الناس المحرفين اللي بيحاولوا يحرفوا، لأنهم راح يقعوا في مشاكل. هاي الآية وهاي الآية وهاي الآية وهاي والأحاديث المتواترة. طيب لاحظوا شو قال، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. بمين؟ بعيسى. بقدروش يقولوا غير عيسى، الضمير واضح، قبل يوم القيامة قبل موته. إذا معناته بده يموت لقدام مش ميت بعده، قبل موته. موت مين؟ هي طب نشوف موت عيسى عليه السلام. هم شو قالوا؟ قالوا اصلا هذه الآية مستغرقة في النفي كل اهل الكتاب، يعني بمعنى انه كل من كان من اهل الكتاب، من اهل الكتاب بيموت لازم وهو يموت يؤمن بعيسى، وان كانت قضية غيبية واحنا مش عارفين كيف، خصوصا هذول اللي بروحوا فجأة بانفجار مثلا، ها بروحوا فجأة كيف بيؤمنوا بعيسى؟ احنا منعرفش. قالوا لك قضية غيبية. طيب ممتاز. قال بهذه الطريقة بتشمل كل اهل الكتاب. وشو اعترضوا؟ قال اما اذا بدكم تقولوا انه يؤمنون بعيسى قبل موت عيسى، يعني لما بينزل، ما في الاخير بموت. في الاخير بموت. ومن سخافة بعض الناس شو بقول؟ قال دليل انه ما رفع ايش؟ قال الله سبحانه وتعالى اصلا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يجعل لاحد من قبله الخلد. افأمت فهم الخالدون؟ مش هيك؟ طب ليش هو بده يخلد عيسى؟ هو حدا قال بده يخلد؟ بس شوفوا لما يكونوا اهل بدعة الناس بصيروا يدوروا ليش هو حدا قال انه عيسى بده يخلد عليه السلام. طيب ما بده يموت كمان، وفي احاديث انه بموت بدفنوه المسلمين، ماشي مش قضية، ما هو بموت. طيب ما هو قال اصلا في القرآن والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت، خلصنا بموت في النهاية بخلوج. طيب لاحظوا، قالوا طب كيف هاي بدها تشمل كل اهل الكتاب الايمان فيه؟ لاحظوا قبل موته، قبل ما يموت، لانه لما بينزل الناس واحد من اثنين،
يا إما كانت ميتة يا إما كانت حية، كل الناس صحيح؟ طب قولوا لي أنتوا اللي ماتوا من أهل الكتاب الآن عرفوا حقيقة الأمر ولا ما عرفوش؟ اللي بموتوا الآن لما يموتوا، مش قبل ما يموتوا، هم لما يموتوا بيعرفوا حقيقة الأمر ولا بيعرفوش؟ بيعرفوا المسلمين إنهم مؤمنين بمحمد ولا لا؟ مو بيعرفوا ولا بيعرفوش؟ بيعرفوا النصارى شو حقيقة المسيح ولا بيعرفوش؟ بيعرفوا اليهود اللي كذبوا بالمسيح ولا بيعرفوش بعد ما يموتوا؟ إذا كل من يموت يعرف، كل من يموت يعرف. فمعناته قبل موت عيسى كل من كان من أهل الكتاب بيكون عرف، واحد من اثنين، يا إما مات قبل ما يجي عيسى فبكون عرف، بس قبل موت عيسى، مش قبل موته، هو قبل موته. ولما بينزل هم أهل الكتاب يا أخوي، شو بدهم يقولوا له؟ هم شايفينه نازل، واليوم في فضائيات وكله تصوير، وفي كمان بكون قواعد جوية، وفي أقمار صناعية، بيصيروا يسألوا بعضهم منين أجا، بقول له أنا هل أجا من فوق فعلا من الغلاف الجوي ولا من خارجه؟ لا والله من خارجه. إيش هذا؟ طيب ما ولا هم الناس شو بكونوا بالكم وقتها؟ في بظل حدا، والعالم كله إذا اليوم المباريات كرة القدم بشاهدها معظم سكان العالم، وفي ناس لحد اليوم ما عندهاش طبعا فضائيات، وأيام المسيح يعني بكون في ناس ما عندهم مش، في ناس ما عندهم مش، ما هي أصلا الأرض تبلغ أوجها، ترى الحفاة العراة رعاء الشاة بصيروا، إذا كان هذول اللي منشوفهم في إفريقيا وغيرها حفاة عراء جار وراها الغنمة، هذول بدهم يصيروا يطولوا في البنيان، معناته باقي الكرة الأرضية إيش يا أخوي؟ معناته مدنية هائلة. طيب مدنية هائلة لما بينزل بطريقة خارقة بظل حدا مش مؤمن بصعوده ونزوله، بظل حدا مش مؤمن بنزوله وصعوده، حتى لو ما آمنش بالإسلام، حتى لو ظل على الباطل، المنظر اللي بده يشوفوه البشر كلها واللي كل البشر بدهم يخضعوا، ما هم مسيحية ممكن يقولوا احنا قلنا بيطلع وبينزل، وهذا هو ليش بكسر الصليب؟ هو شو يعني بكسره؟ يعني هاي كذبة، شو هاي كذبة؟ هاي من بعض الحكم. قال طب كيف بده يجي بتشريع جديد؟ ما هو اصلا الرسول خاتم الانبياء والمرسلين، كيف بده يجي بتشريع جديد؟ وينه يا اخوي التشريع الجديد اللي جاي في عيسى؟ قالوا كيف مش بده ما يقبلش الجزية، لانه الاسلام بيقبل الجزية من اهل الكتاب، قال يضع الجزية، هي يشرع تشريع جديد. يا اخوي ايش عرفك انت انه ايش عرفك انه بده يرفع الجزيه؟ قال الرسول، قال الحديث، خلاص اذا الرسول هو اللي قايلنا بتظلكم تاخذوا جزيه قبل ما ينزل عيسى بن مريم، اذا انو اللي شرع؟ الرسول. انو اللي شرع؟ قال يعني مش قادرين يحلوها، شايفينها مشكله، انتوا عارفين انه بده يرفع الجزيه ولا مش عارفين؟ شريعه اسلاميه ولا مش شريعه اسلاميه؟ بنظل ناخذ الجزيه قبل الرسول قال لنا نظل ناخذ الجزيه لو انت قبل ما ينزل المسيح، هذا تشريع مين؟ تشريع المسيح ولا تشريع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بيعدوا هاي يعني انه دليلهم انه يعني هذا بتحطوه قدام انه الايات اللي بتقول رفع والاحاديث المتواترة اللي بتقول بنزل. لكن في منهم بيقول طب هذا بتناقض مع القرآن، وين يا اخوي بتناقض مع القرآن؟ في آية شرحناها هنا في درس كامل، وقال الله عفوا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا وين تقالها؟ في مفسرين قالوا يوم القيامة، وبينا لكم في درس كامل بالتفصيل إنه هذا الكلام غير صحيح، وقدمنا الأدلة هذه لما رفعوا القصة نفسها، وبينا لكم إذا بدنا نقول إنها يوم القيامة راح يكون في إشكالات. طيب إن تعذبهم
فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم، هذا يوم، وما قالش على فكرة هذا يوم. لو قال هذا يوم ينفع الصادقين إذن هو يوم القيامة، لو قال هذا يوم إذن يوم القيامة، هذا يوم، هذا يكون يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنه قراءتين متواترات عن الرسول، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله شو قال له؟ هذا يوم. شو يعني هذا يوم؟ هذا يكون يوم ينفع الصادقين، أو هذا يوم يعني إيش؟ نفع الصادقين. ما قالش هذا يوم، لو قال هذا يوم كان. إذن هي احنا فسرناها بالتفصيل، وبعض الناس قال التبس عليه، قال طب لو كان المسألة انه هذا يوم القيامة بيسألوا، قال له فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، إذن خلاص معناته هو ما نزلش. لا، هذا لما رفعه، لانه قال له اني متوفيك ورافعك الي، قال له فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، لانه شو قال له؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لانه شو كان قايل له؟ اني متوفيك ورافعك الي. فهذا ووجدت انه، وانا كنت مفصل في موضوع انه هذا يوم، الناس اللي قالوا انه يوم القيامة بيكون الكلام بتجدهم مضطربين في تفسيرها في اللغة. ليش تضطربوا؟ خلاص ما تضطربوش، هذا مش يوم القيامة، هذا لما رفعوا سألوا. ويوم القيامة بيذكر عيسى وبيذكر الانبياء بما كان، ولما واذ قلت للحواريين واذ 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 واذ، في الاشي اللي حصل قبل يوم القيامة، وهذه من ضمن الاشياء اللي حصلت قبل يوم القيامة، اللي هي ايش؟ يا عيسى ابن مريم انت قلت بشيك، ما ظلش عندهم ولا حجة. كان لك بتناقض مع القرآن، انو القرآن اللي بتناقض معه؟ القول بالرفع، القول بالرفع. وعلى فكرة في ما يسمى بالأحمدية اللي هم بيسموهم القديانية برضو، هذول بيؤمنوا بنبي ميرزا غلام أحمد اللي توفي 1908، هذا بيؤمنوا في نبي، وبيحاولوا يفسروا ختم النبوة. ايش يعني ختم النبوة؟ قال هذول الناس انكروا صعود المسيح وانكروا نزوله تماما. ليش؟ عارفين ليش؟ لانه ورطهم ميرزا غلام احمد اللي هم بيؤمنوا فيه، ورطهم انه زعم انه هو المسيح وهو المهدي كمان، فاضطروا انهم يحشدوا. ولذلك هذول الناس برضو بعضهم على فكرة متأثر بالأحمدية، بعض اللي بنكر متأثر بالأحمدية شاء أم أبا، شاء أم أبا، لأنه بنكر متواتر بدون مع، والآيات واضحة. شمعنا عيسى عليه السلام هو اللي بتيجي آيات كلها بهذه القضية، بهذه القضية بالذات، ها أحاديث وآيات تيجي بتنكر هذولاك. طب فهمنا القاديانيين وفهمنا، لأنه ميرزا غلام أحمد ورطهم بيؤمنوا فيه قال رسول. وعلى فكرة هذول الأحمدية بيؤمنوا، بتقول لهم تؤمنوا بالبخاري؟ نؤمن بالبخاري. مسلم؟ مسلم. القرآن؟ القرآن. بس وين التحريف يا أخوي؟ التحريف في التأويل، والموقف من تأويل الأحاديث وتأويل حتى هو على فكرة الساعة، هذول كمان أصلح من اللي بيرفضوا الأحاديث. هذول بوافقوا في الأحاديث بحرفوا معناها، الأحمدية بوافقوا على الاحاديث، بكون لك موجودة هاي الاحاديث، وبحرفوا معناها، وباخذوا الاحاديث الضعيفة كمان، وباخذوا كمان الاحاديث الضعيفة. وفي من المسلمين بينكر الاحاديث، لانه التحريف تحريف له عدة وجوه، تحريف من خلال نفي النص، وتحريف من الادخال في النص، وتحريف في تأويل النص وتأويل سياقاته. الاحمدية غالبا ما حرفوش لا زيادة ولا حرفوا في التأويل، وزعموا انه ميرزا غلام احمد اجى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بخاري ومسلم وقرآن، بس اجى يفسر لنا. يا اخوي لما يفسر لنا هو وغيره من المسلمين،
كن قال لك في عالم قال، ومين قال لك ميرزا غلام أحمد مش عالم؟ شوفوا أكو كم كتاب كتب ميرزا غلام أحمد، ما برضو عالم، والقساوسة عالمين أكثر كمان، والمستشرقين كمان علماء، وتفاصيل طويلة. طب لما تكون تلعب بالنص أنت، هاي النصوص إيش يعني؟ شو يعني أنت ليش مش بتقبل يعني إنه معناته بكرة نكر لنا كمان المعراج؟ لأنه برضو هاي برضو عجيبة هاي المعراج، ونكر لنا إنه العزير ما تقام من قبره 100 سنة، أماته الله 100 عام. لذلك بينكروا هم مع فكرة الأحمدية، بينكروا إنه من يموت يرجع، مش يعني هم تورطوا في أكثر من شغلة، بينكروا من يموت أنه يرجع. بتقولهم طب شو معنات إنه عيسى عليه السلام يحيي الموتى؟ بفسروا لك إياها. طب شو يخرج الموتى؟ هو القرآن جابها بأكثر من كذي، يخرج ويحيي الموتى. طب وشو أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ شو معناها؟ بأولوها. شو يعني بأولوها؟ بدبروها. انتبهتوا؟ إذا على تدبيرها بدبروها، هاي أماته الله 100 عام ثم بعثها بدبروها. ها؟ والحمار، طب الحمار ما هو عظام، بأدبروها إلى حمارك. مش هيك؟ مش بعدين كيف العظام؟ ها؟ بأولوها. مشان شو؟ مشان اللي ورطهم في ميرزا غلام أحمد هذا اللي قال أنا نبي. طب شو ختم النبوة؟ على فكرة من ضمن الأشياء اللي بيقولوها ختم النبوة، وسبق أني بيانت في درس من الدروس شو معنات ختم النبوة أصلا. أنت شو معنات بتختم بيت؟ تيجي الحكومة بتختمه أو تختم محل، تختم محل معناته ما يلي: ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، خلينا نطلع البضاعة. أبدا، ما فيش دخول ما فيش خروج، ختمنا المحل. طيب عيسى عليه السلام رسول ولا مش رسول؟ اذا هو من ضمن الانبياء. لما ختمت النبوة اخرجنا عيسى احنا منها؟ لا. دخلنا واحد جديد؟ لا. اذا هذا مفهوم الختم. مفهوم الختم انه الرسل هدول هم خلصنا، الرسل والانبياء هدول هم، هاي خلصنا. مش هيك؟ عيسى جديد على الموضوع، دخل على النبوة، خرج منها، هذا الختم. ما هذا الختم؟ طيب عيسى بيأتي بدين جديد؟ لا، ما هو أصلا من أولها بقول لك مش دين جديد. لما بده يصلي ورا اللي بيكون واقف، اللي نفرضه أنه هو المهدي، بتأخر مشان شو بقول له؟ شو بقول له عيسى؟ لا بقول أيوة، بخليه هو يئم، لأنها أقيمت إيش؟ إله وأئمتنا منا وتكرم لهاي الأمة. هذا من أول لحظة بركز على أنه جاي إيش هو أصلا. ما هو قال لأتباعه: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. وبعدين لو كان موسى حيا ما وسعه إلا. ولذلك على فكرة بعده عيسى عليه السلام من الصحابة، صحابة الرسول. ليش؟ بقول لك لأنه رأى ليلة الإسراء والمعراج، رأى الرسول والتقوا وبنزل على الأرض، فبكون هو صحابي من الصحابة لأنه عاصر الرسول مؤمنا به. يعني بمعنى التقى مع الرسول مؤمنا به، التقى مع الرسول مؤمنا به وبنزل على الأرض، فذلك بعده عيسى عليه السلام من الصحابة.